الجي ام او هي هذه المخلوقات الجديدة المغيرة وراثيا، تغيير وراثي أو العبث البيولوجي كما نسميه. أن الآن العلماء ذهبوا بحسن النية أن مثلا يجدوا قمح بمردودية كبيرة، وبقرة تعطي حليب كثير، وذرة بمردودية كبيرة، ولوز بمردودية كبيرة، لكن في نفس الوقت هذه المردودية جعلت أن هناك أشياء سامة. فالآن السوجة، قد سمعتم في أوروبا السوجة فيها مكونات سرطانية ومكونات قاتلة، وكذلك يعني سمعتم بظهور الحمى المالطية في الأغنام، وظهور جنون الأبقار، يعني الأبقار، والديوكسين في السمك وفي الدجاج. وهذه أشياء كلها ترتبت عن هذا التقدم العلمي الذي يسير يعني بسرعة فائقة في اتجاه طبيعة الحال، في اتجاه الكسب الكثير من وراء هذه الأشياء التي يسمونها الآن في الغرب الخبرة، يعني لو سافوار فير. وكل الأشياء أصبحت تحفظ بما ذلك بعد أنواع الأشجار وبعد أنواع البذور، الآن محفظة قانونيا، ويجب على الدولة أن تؤدي ثمن رويالتي، يعني ثمن هذه الخبرة كي تستعملها. وأي شيء الآن أصبح يحفظ في الغرب، وهو الآن التي يمهد للعولمة، وهي ما يعني العولمة بشكل عام الآن هي ما هي إلى يعني هذا الجبروت العلمي كما نسميه نحن، جبروت علمي ليس عسكري، إنما جبروت علمي. ستتخذ هذه الأمم المتقدمة كل الأشياء وتحفظها، ولن يبقى لنا أي شيء إلا أن نؤدي إذا أردنا استعمال هذه الأشياء بما في ذلك البذور. هذه أشياء خطيرة تدخل، وهذه البذور ستكون سامة، لأن الآن العلماء يعني يضربون ناقص الخطر من استهلاك هذه الأشياء. في أمريكا ينادون الناس ألا يأكلوا لحوم حمراء بكثرة، بالأمس كانوا يقولون يجب أن تأكل لحوم حمراء ولا تأكل الخبز فأنتم متخلفون، الآن يقولون كلوا خبز بكثرة ولا تأكلوا لحوم حمراء فهناك سرطان، خطر سرطان. يعني العلوم مترددة ومدبدبة، ويجب أن لا نتبعها 100%، يجب أن نكون حذرين. نعم علوم، نعم، لكن بحذر، يجب أن نكون حذرين.